كان بيلعب كظهير ايسر، لكن لما انضم للاهلي بالفتره الاخيره لعب في مركز خط الدفاع. ايمن اشرف، بقول لك مبروك الفوز، سوبر، اول بطوله ليك مع النادي الاهلي منذ انضمامك في خلال الفتره الاخيره. الله الحمد لله. طبعا بشكر طبعا اللعيبه اللي بذلت مجهود كبير والجهاز الفني طبعا والجماهير اللي حضرت وجماهير النادي الاهلي عموما في الفرحانه كلها. طبعا الحمد لله كان ماتش صعب، قدرنا نطلع منه بالهدف بتاعنا وبالبطوله الحمد لله. زي ما انت بتقول اول بطوله ليا بعد العوده، انا كنت واخد بطولات مع النادي، خمس بطولات قبل ما امشي من النادي الاهلي، ولما رجعت دي اول بطوله، واول بطوله في 2018، وان شاء الله باذن الله الفتره الجايه مزيد من البطولات باذن الله. كابتن حسام، لما تعاقد وفكر في ايمن اشرف كان متفق في البدايه انك ممكن يحتاجك في قلب الدفاع، وسبحان الله حصلت ظروف فعلا ساعدت على هذا الامر. بالظبط كده، هو كان بيتكلم معايا، يعني هو كان جايبني باك ليفت وكان جايبني برضو، قال لي هحتاجك في قلب الدفاع. والحمد لله يعني طبعا حصل اصابات وكده، وهو اداني الفرصه والحمد لله اديت بشكل كويس. وان شاء الله باذن الله احاول افضل. بص التهنئه دي جالك من مين؟ حبيبي، عشان تعرفوا ان الاهلي، تعرفوا ان الاهلي روح واحده. طبعا دوت اخويا وعشره عمر، عشره سنين يعني من صغرنا مع بعض، وبتمنى له ان شاء الله التوفيق الفتره الجايه، واتمنى له ان شاء الله التوفيق باذن الله الفتره الجايه. حبيبي حبيبي، التوفيق باذن الله.